ككل مناسبة يلتقي العديد من أبناء ولاية معسكر هنا بساحة الأمير عبد القادر لالتقاط صور فوتوغرافية لرمزية المكان ومن أمام تمثال الأمير عبد القادر. اليوم راني فرحانة بزاف اللي زعما راني في ساحة الأمير عبد القادر، ونشكروا السيد خروبي اللي راه مصورنا وغادي يطلقنا في صفحة الفيسبوك، وشكرا لكم وعيدكم مبارك ونتمنى لكم من عقوبة العام الجاي إن شاء الله. بون اليوم جبنا الصغار، اليوم العيد عند خونا مختاري، مبادرة كل عام يديرها ومشي خطرة طرواف وكتفة بارون يديرها لنا، نجيبو غلاوينا هنا في ساحة الأمير عبد القادر اللي هي رمز تاع ولاية معسكر، ونجيبو غلاوينا يلعبوا هو يلتقط لهم صور فوتوغرافية ويديرها في لاباج فيسبوك تاعه، وحنا نريكيبيروها وتقعد لنا ذكرى. وعندها عندها بير كاليتي ديماج، ما قال لك كاع راه عندنا لي بورتابل نصور ولادنا، بصح ما تجيش كيما تاع عبد الحق، يعطينا ايفينمون يعطينا رونديفو على قبل سيمانه قبل ولا، ونجو كاع نتلاقونا في ساحه الامير عبد القادر. عيد الفطر مناسبه اخرى يطلق فيها المصور محمد خروبي مبادرته المجانيه لتصوير الاطفال جماعات وفرادى، وهي فرصه للعديد من الاطفال للظهور بحلتهم الجميله. عيد الفطر المبارك درنا مبادره مجانيه لتصوير الاطفال بمدينه معسكر ساحه الامير عبد القادر رمز ولايه معسكر، ومبادرة مجانية للأطفال يدوا تصاور تاعهم من موقع فيسبوك دونك لاباج تاعي ستوديو أمكا، دونك جافي تول موند يروحوا يشوفوا، وكل مناسبة نديروا هذا المبادرة وتعجب الناس على رانا نعاودوها تولي دو تروما نعاودوها إن شاء الله، بمناسبة عيد الفطر بمناسبة الدخول المدرسي بمناسبة العطل الصيفية. التصوير الفوتوغرافي ورغم امتلاك الكثيرين للهواتف النقالة إلا أنه يبقى وجهة العديد من المواطنين في المناسبات والأعياد كونه ذكرى جميلة بالنسبة لهم.